بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بشيخنا، نحن في بيت شيخنا الشيخ محمد أحيد عمر حفظه الله، أنا وأخوكم أبو عبيدة الأمين موافقي، وأخونا الشيخ هيثم جميل سرحان عند في بيت شيخنا، استضافنا جزاه الله خيرا. ونريد أن ندردش مع الشيخ عن حياته وعن طلبه للعلم وعن عمله وعن تدريسه في معهد الحرم حتى ينتفع الشباب، لأن الشيخ ما شاء الله له ألفية شرحها، ألفية بن مالك موجودة عندنا مسجلة. الله يحفظكم. نعم الله يحفظكم. عندنا ألفية، فعندنا ألفية مسجلة، نريد الشباب يستمعون أو يستمعون إلى هذا الشرح المفيد الذي درسناه عند شيخنا عدة مرات في المسجد النبوي، ولا يزال الشيخ يدرس عند باب 8، بين باب 8 وباب 5، داخل من باب قباء على اليسار، يجد شيخنا هناك يدرس، ويدرس في كلية الحرم أيضا. فشيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ من فضل الله الحمد لله. الحمد لله على خير. الحمد لله. الله خير على قبول الله. جزاكم الله خير. يرجع اشتغالي للنحو الى المراحل الاولى من حياتي. النحو يبدا في منهج المملكه العربيه السعوديه حرسها الله تعالى. يبدا النحو فيها من السنه الرابعه الابتدائيه. فكنت احب النحو. ما شاء الله. احب النحو جدا. وكنت متفوقا جدا فيه. الحقيقة وهذا أذكره بفضل الله سبحانه وتعالى. لا فخر. دخلت على مدرس مصري لا أنسى اسمه، اسمه إبراهيم طنطاوي مجاهد، وهو يشرح في كتاب النحو سد الفاعل أو نائبه ما سد الخبر. فقام يشرح الرجل شرحا رائعا جدا للغاية، والرجل متمكن من مادته. ثم بعد أن انتهى من شرحها تكلم هكذا باللهجة المصرية، قال: قولوا لي من تاش الشاطر يا طنطاوي، أوجز كل ما قلته في دقيقة واحدة. تمام. هكذا فأوجزه. فكنت معه وأحب أن أسمع إلى شرحه. ثم جاء بعده واحد آخر اسمه عيد مرعي، وكانوا متمكنين جدا الإخوة المصريون في المرحلة المتوسطة، وهم متخرجون من الأزهر الشريف، كانوا متمكنين جدا من مادة النحو ومادة اللغة بشكل جيد. فتأثرت بهم وحببت النحو. كان لي شيخ رحمه الله تعالى اسمه محمد محفوظ ولد بيع، وهو من قبيلة أمي، قبيلة مسومة. من قبائل الوسط في موريتانيا. لا تجد منهم أحدا في الغالب إلا هو يحفظ القرآن الكريم، وأحدهم ينفق ماله كله لتحفظ منه القرآن الكريم. ما شاء الله. الشاهد كان هذا الشيخ كنت أسمع له القرآن، وأما القرآن فقد حفظته على أمي. حفظني أمي قبل دخول المدرسة. اشترطت عليك لم تسمح لي أمي بدخول المدرسة، وكنت أتمزق غضبا وغيرة عندما يأتي الطلاب ويقولون دخلنا سنة رابعة والمدرس شرح لنا التقويم. في ذلك الوقت كانوا يسمون الجغرافيا التقويم، لا أنسى، الجغرافيا يسمونها التقويم. فكنت أشعر بأني أنا قاصر على الطلاب، تقول لا والله لا تدخلان المدرسة حتى تحفظ القرآن. وبالفعل أصرت وترسم المصحف قرأت رسم المصحف على شيخ محمد محفوظ. نعم. قرأت عليه وكتبت القرآن كله عنده. ما شاء الله. قبل دخول المدرسة. بعد دخول المدرسة. حفظ القرآن قبل دخول المدرسة. لكن كتابة القرآن وتسميعه وقراءة من بلي وتطبيقه هذا بعد دخول المدرسة. لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى لكم يا شيخ. أنك تفوقت على كل من كان في. على كل حال. على كل حال. كان في الحارة. على كل حال. حفظ القرآن وفضله ولا زلت كذلك حفظه. الحمد لله يا رب.